مرحبا حبايب بنات اللات سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم بدي مميز كتير لانه تعاون مع قناة بحبهم كتير، ومش تعاون اول، هذا التعاون الثاني. لما وسارة من قناة سارة تي في. هاي انا لما. وانا سارة من قناة سارة تي في. قناتنا بتحتوي على كتير فيديوهات متنوعة زي تحديات وفلوجات ومقالب ودي اي واي وفيديوهات تمثيلية. اذا حابين تصيروا ذهبي من ذهباتنا اشتركوا بقناتنا، رح تلاقوا رابطها تحت في صندوق الوصف. ولما تخلصوا من الفيديو تبع سارة تعالوا احضروا الفيديو تبعنا، كمان رح تلاقوا رابطه في صندوق الوصف. باي باي. يا وسهلا فيكم يا لما وسارة ويا ذهبات. لما وسارة نورتوني شرفتونا المرة الثانية حبايبي. فيديو اليوم حيكون انه ممنوع ناكل اي شيء، فقط نشرب بس ليوم كامل، يعني اي شيء مشروب سائل ليكويد نشربه، غير هالشي ممنوع منعا باتا يدخل في معدتنا اليوم هذا. الله يعيننا، صيام من نوع اخر. بس تعرفوا خلينا نفكر طاقه ايجابيه، دايت حلو معتبر. شغله نسيناها، الله يعيننا على الحمام. الله يعزكم. لا تنسوا الفيديو، اشتركوا بالقناه زر الاحمر لتشوفوني كل يوم، روحوا شوفوا فقرات لما وساره الفيديو تبعهم، مين اثقل التحدي صح انا ولا لما وساره، واكتبوا تحت بالتعليقات ويلا نبلش الفيديو مع بعض. طيب حبايبي، هلا موعد فطوري، ايش بدي افطر؟ السؤال الجميل لليوم. طبعا احنا ممنوع ناكل اي شيء، وانا بالعاده باكل توست، باخذ بيض، كورن فليكس، يعني المرة هي حيكون سوائل. فراح افطر يوغرت مع بلوبري. شو يعني بلوبري؟ اتوقع التوت الازرق، اتوقع هيك اسمه، حيكون مع توت، ويعني المهم شيء سائل. والله بشبعني. يلا تعالوا معي. طيب ها هو اليوغرت تبعي، راح هيك اعمل له خضة سريعة. هذا اليوغرت حلو لانه نسبة الدسامة فيه 8%، يعني يعتبر زي وجبة فطور جبته بالعمدة تقيل شوي، عشان بتعرفوا التحدي اليوم ممنوع اكل اي شيء، وعن جد حكون قد التحدي هذا، ما راح اكل اي شيء، فبدي طاقة، بدي شيء بروتين، بس مش عارفة هذا كالسيوم مع فواكه. يا بسم الله. لذيذ. ما اكذب عليكم، حاسه شيء غريب انه بس اشرب، يعني نسيت اقول التوست شكله تحمص او شيء، نسيت انه ممنوع اكل اي شيء بس سوائل. يا حبيبي شوفوا. اوكي دوكي. هلا بعد اني خلصت فطور، مع انه هذا ما يعتبر فطور، هذا يعتبر بالنسبه لي زي تسلاي، يعني لسه هلا بدي ابلش بحضر الفطور، بس عن جد اوكي. الشيء بدي اعمله هلا بدي اشرب مي، مي سائل. ماء، انه الماء مفيد جدا للصحه. لا حاسه شعور غريب جد، مش حنكذب يعني، ايش هذا؟ هذا خلصنا هيك فطور؟ ما شاء الله. عن جد انا جد بحس انه يومي ما بلش، والله ما بلش، لانه ما فطرت. على الاقل احيانا باكل اليوغرت معاه كورن فليكس او معاه مثلا شو اسمه سيريال، يعني حبوب القمح، انه هيك اشياء، بس زي هيك خلاص خلصنا شطبنا. اوكي حبيبتي ما يلا يعني بس اشربي حليب. بما انه لسه باقي كثير على الغداء بدي اطلع اتمشى، الجو عندنا حلو، حاخذ معي مي اطلع اتمشى. تعالوا نكزر، غيرت راسي، لا شو هو، غيرت الخطه مش غيرت راسي. سوري العربي تبعي شوي. هحط بالقنينه مي واسع عليها ليمون، يعني تصير مي بليمون وصحيه، ومنها ما اطلع اتمشى حلو هيك، مي الليمون ديتوكس، حركات انتعاش. مي مع ليمون، والله ريحه ليمون. تمام يلا اطلع اتمشى. لا انا مصدومه عن جد، انا شو بقول لكم الجو حلو وكان شمس، اوريكم الجو هلا كيف صار. ثواني ما هذا؟ ما هذا يا هذا؟ شايفين؟ عم بتمطر، مش لازم مبين بالكاميرا بس عم بتمطر. يعني معنى الكلام ما راح نطلع من البيت ولا راح نكزر ولا راح نعمل اي شيء، راح نقعد في هالبيت الجميل. تعرفوا اقول لكم شغله، جو السويد هيك بالصيف، اربع فصول، يعني لأربع فصول في يوم واحد، بدكم تلج بتلج، بدكم مطر بتمطر، بدكم شمس بتشمس، بدكم ريح بتريح. فيا الله يعين، يعني هذا هو صيف السويد. anyway التمر مش صيف السويد، خلاص بطلت.
مش عارف شو بدي اعمل. خسرت المي اللي عملتها وتعبي والديتوكس على اساس وشمس منعشه كله كله راح على الهوا راح على الهوا. هقعد قدام التلفزيون واشرب مي بليمون. ايوه ايوه قاعده هلا بالصالون ما في طلعه. الله يا ريحتها محلاها ريحه الليمون مع المي بحبها كثير. منعشة كان نفسي عن جد أشربها تحت الشموسة مية نايمة. على فكرة ذهبات لما وسارة التحدي اللي فات اللي عملناه تتذكروه $5 في يوم واحد بس أنا كنت بداية حملي بس ما كان حدا بيعرف ما كان مبين أصلا. سبحان الله التحدي الثاني هاد مع لما وسارة وذهبات لما وسارة أنا عندي مية هلا حبيبة قلبي. لا جهانة ما شبعتش خالص والغدا بقيده ساعتين خليه يمرق موعد الغداء وبرجع لكم حبايبي. حبايبي ورجعت لكم من جديد وهلا اجى موعد الغداء لانه صراحه جوعانه وشبعت مي بليمون مي عاديه ما في شيء اكل ما في فهلا بدنا نعمل شوربه راح نتغدى شوربه وللاسف طيب شو الشوربة اللي اخترتها؟ بما انه اليوم بس مشروبات اخترت شوربة الدسمة عشان تعطيني طاقة. يعني انا صراحة حاسة هالتقطيع عم تنفذ كنت 100% هلا صار 70% الله يستر. الشوربة هعملها شوربة فطر. ها هي الشوربة اللي قلتلكم عليها شوربة فطر اكيد تعرفوها. يا هذا هو الغداء تضحك بس هلا الجو من مطر وريح زي ما وريتكم قبل شوي. هلا الشموسه طلعت هتورجينا حالها عروستنا هاي. شفتوا كيف الجو قلت لكم 4 فصول في يوم واحد انا ما كذبت. هاي الشموسه شايفين ورا البيت هاي شمس. بمناسبة السعيدة هذه قررت اني اشرب شوربتي يعني اخذ غداي برا بترس البيت واستجم مع الشموسه الحلوه. هاي الشوربه وعصير برتقال واهم شيء دواء البعوض لانه عندنا احنا البعوض هون حمير مش بعوض طبيعي فلازم ارش جسمي عشان اقعد واستجم. انتوا شايفيني؟ والله ما انا شايفه حالي والله العظيم مش شايفه الوجه مش شايفه ولابسه النضاره ومش شايفه. بحاول ان تبرد الشوربه مش عارفه اشرب الشوربه انها سخنه. خلينا نشرب عصير برتقال يسرسح تسرسح يا شوربة الفطر عقبال ما ناكل لحمة وين ابني رزة رزة مع الصوص واللحمة. ده حلمي أنا النهاردة عشان التحدي. أعزائي المشاهدين والمشاهدات المشاهدات لما بدي أقول المشاهدين المشاهدات مؤنث المشاهدات صح مذكر مؤنث يعني. أعزائي المشاهدين والمشاهدات ننتقل الآن إلى الخطوة اللي بعديها. صورنا تحت الشموسة الحمد لله هينا عم بشرب عصير البرتقال شوربة لذيذة ظريفة بس مش بعتش أكذب عليكم وأقولكم أنا شبعانة هلا. لا طبعا الله يحسكم حنا موعد الحمام مايو العقلوطة مايو مايا ليش كبيت الرضعة يلا يلا خدي ماما يلا يلا كانت نايمة حبيبو مامي. شفتي يا ذهبات لما وسارة هاي مايا فين الشموسة كيف على مايا اليوم امك زيك بس تسلب سوائل انت تسلب حليب انا اسلب سوائل زيك. طبعا حبايبي هتقولوا لي ليش ما شفنا مايا ليه ما تورجيش مايا. انا قلت لكم والله لساباتها الصغيرة على الكاميرا يعني بحاول ابين يعني انا بعرف شو ابين فيها ايديها رجليها شغلات بعرف كيف ابينها هلا عشان ما اظلمها هلا لانه والله بعدها صغيرة كثير وعم بلاحظ مش منيح لها ضوء الفلاش يجي على يعني تبع الكاميرا يجي على عيونها خطر بالذات بهذا العمر. فسامحوا هوني انتوا عارفين ساره ما بتخبى عنكم شيء وبتحبكم واكيد رح تشوفوا مايا بس لما يحل الوقت المناسب راح تشوفوها حبايبي. لا والله حط لي الرضعه هيك يعني تحت شو بسموه هذا كوعك يعني وخلاص تمام يا معلمه شو والله انتي حسن صبي لا يا ماما ما ينفعش يلا خدي 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 يلا كمليها ما بدها هاي حركتها انا ما بدها يعني. حبايبي مايا استفرغت علي وسخت لي فلوسي اللي كنت عم صور فيها
فداكي ماما فداكي. عادي باليوم بنغير تيشرتات شي 4-5 تيشرتات في اليوم بسبب مايا. anyway هلا بدي اروح احضر للعشاء. عندنا هلا الساعة 10 والدنيا الشمس زي ما انتم شايفين. بالسويد ما بتيجي ليل، يعني ما بيجي ليل ابدا. فلحين الساعة 12 رح اورجيكم الساعة 12 انه كيف يكون عنا الجو. فما تفكروا انه عم بغش او شيء، لا هو انه هلا موعد عشاء الساعة 10. هذا حلاوة الصيف بالسويد انه ما في ليل، ما بنشوف ظلمة ابدا. هلا انا بالمطبخ رح اورجيكم شو رح اتعشى. رح اعمل سموثي. شوفوا هو بين سموثي وميلك شيك، يعني ميكس منه عصير ومنه حليب ومنه يوغرت. رح اعمل كوكتيل عشان انا خلاص طاقتي انفذت. عن جد مش عن كذب، انا كتير جوعانة. عن جد صعب تقضي يومك بس مشروبات، مش قادرة اتحمل. خلينا نبلش اورجيكم كيف رح اعمل سموثي تبعي. اول شي بدنا نحط حليب، بقية اليوغرت رح احطه، فواكه مجمدة. حطيت كيسين فواكه، كتير فواكه، فراولة. هاي اتوقع فراولة مع توت مع بلوبري وموز. شوفوا ما احلى لونه، واو لونه بجنن. هلا فوت اعمل لون بنفسجي ليوم كامل. هينا عرفنا خلطة. بسم الله خلينا ندوق الخلطة تبعيتي اذا طيبة او مش طيبة. الله والله انه زاكي. بطلع مني شي فرحني في التحدي هذا. اللي عجبني صراحة في لونه. شوفوا صراحة قررت اختم الفيديو وانا قاعدة عند ترس البيت ولابسة. شوفوا قررت اختم الفيديو انا قاعدة على ترس البيت، الجو صار بجنن، مش لازم البس جاكيت. بعد الساعة 10 زي ما قلت لكم يعني بيكون عندنا الجو برد، اي نعم شمس طالعة يعني فضل النهار طالع بس انه برد. هختم الفيديو بهذا الميلك شيك اللي انا عملته، حسميه سارة ميلكي. حلوة سارة ميلكي. يعني ميلك انجلش، فانا ضفت الواي وصار هيك سارة ميلكي. فاللي هيقرأها يفكرها سارة ميلكي بالعربي يعني ميلكي انا، لا هو سارة ميلكي يعني حليب سارة مش عارفة. المهم هو هذا معك فلسفة يا سارة. على كل حبايبي مثل الله سارة جينا على نهاية الفيديو. شو تكونوا حبيت الفيديو واستمتعتوا؟ انا كتير استمتعت وكتير حبيت هذا الفيديو وهذا التعاون الثاني مع سارة ولما. ان شاء الله يا رب يكون في تعاونات بيناتنا اكثر من انكم حبيتونا مع بعض. هلأ روحوا انتوا على قناة لما وسارة وشوفوا هما شو عملوا بتحديهم، واكتبوا تحت تعليقات مين نجح في التحدي وزبطوا صح، سارة ولما ولا سارة انا. حلوة في سارة تنتين يعني. اذا انتوا جداد او ما تشوفوني يا ميت انا سارة فيكو، هزر الاحمر اضغطوا عليه تنضموا لعائلة حماية متلات سارة وبيج لايك. كل ما بتزودوا اللايكات كل بتفتحوا نفسي اكتر وبتسعدوني اكتر وبعمل فيديوهات احلى واحلى. تابعوني على انستغرامي ضروري. وهلا بدي اقول لكم انا بحبكم كتير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.